من المعروف أن بعض ساعات التدريب تتضمن حركات خطرة قد تؤدي إلى حوادث. هل من الممكن أن يكون هذا قد أثر على الطائرة وسبب حادثاً لها؟ أنت تعرف الطلاب بشكل عام لما يبدأ يحس نفسه متمكن وهذا عملية المراوغة هل هي أيضاً من السيناريوهات الموجودة؟ هذه بيتدرب عليها. أيوه بيتدرب عليها. شوف سبحان الله يعني قبلها بيوم عبد الله سوى العملية دي. يعني طلع مع مدرب آخر كان في نفس جدوله إنه يطلع رحلة يفترض إنه يطلع رحلة تدريبية عادية، وبعد الرحلة دي تاني يوم يفترض إنه يطلع معاه رحلة يسموها بالمصطلح حقنا بهلوانية، إنه بحيث إنه يطفي له المحرك يسوي له غير عملية النزول وملامسة الأرض. وعبد الله لما سوى العملية قال له المدرب أنت ممتاز، وتاني يوم قبل ما يطلع الكابتن اللي هو اختفى مع عبد الله قال له ترى عبد الله سوى معانا كده 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 وكان ممتاز. هذا الكلام سمعناه يعني اخذناه من نفس المدرب اللي طلع مع عبد الله قبله، مدرب هندي. عبد الله كان حريصا دائما على التعلم، فكان يقول لي كابتن يجب ان نتعلم هذه الحركه غدا ونحاول هذه بعد غد. لقد كان يطمح دائما لتعلم المزيد ولم يقم بها بعد. هل تقومون بتأدية حركات قصوى بالطائرة؟ لا 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 نفعل ذلك. ونحن نشرح دائما لجميع الطلاب القيود المفروضة على الطائرة والطيار. لكن المعلومة الصادمة التي اكتشفناها في البحث أن المدرب ينام أحيانا في الأجواء. المدرب من ضمن مشاكله أنه لما يطير ومعاه متدرب يغفو ينام، هل هذا يشكل عندكم بعض التفسيرات؟ لو فرضنا أنه غاب عن النوم حينام بالشكل ده يعني على ظهره ملقى على ظهره وليس على الهوك، لأنه لو انضغط على الهوك في عبد الله ممكن يتحكم فيه. علاقة الطيار بمدربه هي علاقة وثيقة تبنى على الثقة، ليس فقط بقدرات المدرب لكن في شخصه أيضاً. كلمني عن هذا المدرب، عن شخصية هذا المدرب. هو ما شاء الله يعني صاحب خبرة حتى من توجيهاته، يعني مثلاً كان يقول لي أول ما طلعنا قال خليك دائماً على العدادات لا طالع برا، كان يزعل لما كان يزعل يعصب أحياناً. كابتن يبركون طيار ذو خبرة كبيرة تفوق خبرتي بسنوات. يقال أن هناك علاقة صداقة قديمة بين المدرب وصاحب معهد التدريب. مدير المدرسة كلمه قالوا نحتاج مدرب حق مالتي انجن متعدد، لأنه هذه الطيارة بغى لها مدرب خاص يعني عنده خبرة. فهم أصحاب، قال له هو صديقي يحكيني هو المدرب حقي، هو قال لي درسنا مع بعض وخرجنا مع بعض. لكن هل من الممكن أن تكون هذه الصداقة قد سمحت لمدير المعهد بالتغاضي عن بعض التصرفات الغريبة التي يتصرفها المدرب؟